ايه هي أسوأ نوع في النشويات اللي المفروض ما ناكلوش خالص او نبعد عنه او حتى نقلل استهلاكه؟ طبعا احنا شعب يا جماعه نشوي، نشوي يعني ايه؟ يعني بيعتمد على النشويات بشكل اساسي جدا، وده مش من عاداتنا وتقاليدنا بس، لا ده كمان احتياج جسم الاساس، لان جسمي معتمد بشكل اساسي في الطاقه على الكربوهيدرات واللي بتمنحه الجلوكوز او مركب السكر، اوكي؟ فكل الخلايا بتاعت الجسم بتحتاج السكر، وخاصه المخ ما يقدرش يستغنى عن السكر. هنا انا ممكن اجيب السكر بطريقه مفيده لجسمي، وممكن برضه اجيب السكر بطريقه مضره لجسمي. الفيديو ده هدفه ان احنا نبعد عن المصادر السيئه للسكر ونلجأ للمصادر المفيده اللي فعلا بتفيد الجسم، مش بس بتمنحه السكر اللي هو محتاجه، ولكن كمان بتفيد الجهاز الهضمي، وكمان بتظبط وزنك او بتعمل بالانس في الوزن الصحي للانسان، يعني بتوصلك للوزن الهيلثي اللي المفروض الجسم بتاعك يكون عليه. ده معناه ان مش كل النشويات ضاره، في نشويات مفيده وفي نشويات ضررها عالي على الجسم. النشويات الضاره دي المتمثله في السكر الابيض الصريح او السكر البني، يعني السكر الابيض والبني هما الاثنين واحد، جاست البروسيسنج بتاعت الاعداد، طريقه التصنيع بس اختلفت، فاللون معايا اختلف والسورس بتاعه برده ممكن يكون مختلف شويه، قصب من بنكر من حاجات زي كده. هما الاثنين في الاخر عباره عن سكر، الجلايسيميك اندكس بتاعه اعلى حاجه اللي هي 100%، يعني بيرفع سكر الدم عندك لاعلى بيك اول ما بتبدا تتغذى عليه. تاني نوع سيء من النشويات هو الدقيق الابيض. ليه الدقيق الابيض ده جاي منين؟ جاي من طحين الحبوب بتاعت القمح او الذره، وخاصه القمح ده الاستهلاك الاساسي للدقيق الابيض او الدقيق الزيرو. القمح ده بيكون فيه مواد مفيده جدا ونشويات مفيده، احنا بنشيلها وبنرميها او بنستهلكها في اي حاجه تانية غير الاكل، وبناخد بقى السكر او النشويات اللي هي كلها نشويات ونشويات بسيطه، وترفع برضه سكر الدم بنسبه كبيره اول ما تنزل الجسم ويبدا الدم يمتصها، وابدا ان انا اخد دي استهلكها. فطبعا انا باخد السكر البسيط، السكر اللي عنده هاي جلاسيميك اندكس بوينت، فالبوينت بتاعته عاليه يعني هيرفع سكر الدم كتير قوي، فده برضه هيبدا ياثر عليا. طبعا النقطتين دول بيدخلوا لنا في حاجات كتير زي الفطاير، المخبوزات، المكرونات اللي لونها ابيض، وكل المخبوزات المصنعه اللي لونها ابيض طبعا بتحمل نسبه كبيره من السكر الضار او النشويات الضاره اللي بترفع سكر الدم بنسبه كبيره. وكمان ما ننساش الحلويات برضه نفس النظام، عشان فيها نسبه سكر ابيض كتير، فده بيخليها برضه سيئه او اختيار سيء للنشويات. طيب النشويات بقى المفيده بتيجي منين؟ يعتبر الرز من النشويات المفيده مش الضاره، ده طبقا للمؤشر الجلايسيمي انه مش اعلى حاجه. تاني حاجه انا ممكن اصلا بتركات كده ابدا اخففه عن طريق ان انا انقعه لفتره معينه، او يعني اغسله اكتر من مره عشان اتخلص من نسبه النشويات الكتيره فيه. تاني حاجه الحبوب زي الذره والشوفان والحاجات دي كلها فيها نشويات، ولكن مش اسوأ حاجه، نشويات مفيده. عندنا كمان البقوليات فيها نسبه كبيره من النشويات، ولكنها برضو نشويات معقده، نشويات مفيده. عندنا الخضروات والفاكهه فيها نسبه كبيره جدا من النشويات، احنا عندنا خضار نشوي والخضروات تختلف في نسب النشويات، يعني عندنا البطاطا البيضة او البطاطس دي برضو فيها نسبة سكريات عالية، ان لم يكن انا ممكن اقللها. عندنا البطاطس والكوسة اعلى نسبة نشويات، وعندنا كمان البسلة والبامية بعدهم على طول نشوياتهم برضو عالية ولكنها نشويات صحية. عندنا البطاطس نشوياتها عالية، ولكن ممكن بتركات في اثناء عملية الطبخ ان انا اقلل نشوياتها وكلها عادي، مش هتكون مصدر سيء ولا حاجة. القلقاس نفس النظام من البطاطس. عندنا البطاطا الحلوة فيها نشويات او لونها احمر، فيها نشويات بس نشويات مفيدة جدا جدا، وخاصة لمرضى السكر. فمش كل النشويات ضارة، ولكن اختار النشويات المفيدة اللي احنا قلنا عليها.